أساسي في طيب هذه المواضيع. أستاذ كثير، يعني نود أن ربما نلقي الضوء الآن على العلاقة التي تربط ما بين المجتمع المدني وما بين النموذج البيئي الحالي، كيف هي هذه العلاقة؟ وأود أيضا يعني تحديد محددات هذا النموذج التنموي الجديد الحالي. في الحقيقة لا يمكن فصل دور المجتمع المدني عن النموذج التنموي، لأنه هو من بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين. الفاعل الجمعوي كذلك هو فاعل له هدف واحد، وهو أن يكون هناك تنمية متوازنة مستديمة وتكون آثارها على جميع المواطنين والمواطنات في مجتمع يسوده السلم والتضامن، وفي بيئة سليمة وصحية ومنظومات بيئية محافظ عليها. في هذا الإطار، هذا النموذج الحالي في الحق فيه نجاحات لا يمكن إنكارها. كان هناك تقدم وكان هناك تدارك بعد التأخر في عدد من القطاعات، وعطتنا أوراش كبرى مهمة، خلتنا بالنسبة لإفريقيا والعدد من الدول العربية نحن في المقدمة. وهذا كذلك في البي بي، في الناتج الداخلي الخام للشخص، في محاربة الفقر، نقص الفقر في المغرب. ولكن السؤال هو لماذا هناك شعور بأن هذا النموذج بلغ مداه كيف جاء في الخطاب ديال صاحب الجلالة؟ لأن الآثار ما كانتش في حقها. ربما هو يتسم بالمحدودية. بالمحدودية، نعم. يتسم بالمحدودية، إذا إلى ماذا ترجع هذه المحدودية؟ هذه المحدودية كتجي أولا بأن المشاريع الكبرى لا يستفيد منها الجميع، وخاصة في دولة اللي فيها نسبة ديال الأمية مرتفعة، نسبة ديال المحدودية ديال الموارد بالنسبة لبعض الأشخاص محدودة. ملي كنلقاو أكثر من 90% في العالم القروي وسميتو عندهم قل من هكتار، ملي كنلقاو الإرث كيقسم هذاك الهكتار، وبالتالي الدخل ديال واحد العدد ديال 40% باقيين في العالم القروي، الدخل ديالهم محدود. ملي كنلقاو في المدن باقي عندنا واحد العدد اللي ما داخلينش في الحق في العجلة ديال التنمية بجميع الحقوق اللي خصهم تكون عندهم. وبالتالي من المفروض ان النموذج التنموي ماشيش فقط المشاريع الكبرى، خصو يعرف كيفاش يدير مشاريع صغرى صغيره جدا ميكرو، وهاد المشاريع الصغرى خصو يلقى الاطار ديالها هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. عندنا تجارب مغربيه ناجحه في تارودانت، الكوباك استطعت ان تدمج واحد العدد الالاف ديال الفلاحين في دول اللي متقدمه جدا، ومع ذلك عندها كندا مثلا عندها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيه بنك سميتها دي جاردان، في 40,000 موظف، وكتهم جميع القطاعات الصغرى، من ديك الخادمه، من الناس الحلاقه، من جميع الوظائف الصغرى مجتمعين ومضامنين، وهذيك البنكه كتدعمهم بشروط زعما تفضيليه قويه وبمواكبه وبتأطير. عندنا كذلك مشكل السياسات العموميه، كل واحد كيشتغل بوحده، القطاعات دارت مجهودات ما كاينش تكامل في الاشتغال. فوالا لا كونفيرجونس. المشكل الثاني هو الفوارق الاجتماعيه. هاد الفوارق واخا كيتحسن المستوى ديال بعض الاشخاص، ملي كيقارن مع الاخرين كيفاش كيمشيو بواحد السرعه كبيره جدا، كيحس بانه هناك نوع من الظلم الاجتماعي. وهنا كيف جا في التقرير خاصه بالنسبه للشباب، لان الشباب عندهم تطلعات اخرى، وهاد الفوارق كتخلي داك الشباب كيحس بان هناك لا ميريتوكراسي، الاستحقاق ما بقاش، اقصاء، ما كاينش تكافؤ الفرص، ولا سونسيور سوسيال، داك الارتقاء الاجتماعي ما بقاش في الحقيقه كيستطيعوا يوصلوا بواحد السهوله. وهذا النساء والشباب عندهم واحد الدور حيوي، ولهذا في هذا النموذج الا ما كانش اضافه لهذه واحد المساله كتبان بسيطه ولكن هي قويه، هي الثقه في المؤسسات، الثقه في الاشخاص، وهذه عامل اكبر من العوامل الاخرى.